نتحدث أكثر حول هذه القافلة. ينضم إلينا الآن من غزة مراسل المملكة باسل العطار. باسل، نتحدث أكثر عن أهمية هذه القافلة بهذا الوقت في التحديد لتعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة المحاصر. نعم طارق، ربما الوقت ونوعية أيضا ما تم إدخاله من خلال هذه المساعدات يعد ذا أهمية في قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن النوعية، ما يتم أو ما حملته هذه القافلة من النوع المخصص من الطحين الخالي من الجلوكوز، وهذا يستخدم لبعض الحالات المرضية في قطاع غزة، وبالمناسبة هو خالي تماما، لا يوجد في القطاع من هذا النوع من الطحين، حيث تفرض إسرائيل عليه قيود لإدخاله، وبالتالي إدخاله من خلال هذه القافلة سيساعد المرضى الذين توصف لهم هذا النوع من الدقيق لتناوله، لمساعدتهم على تجاوز هذا الأمر. أيضا هناك عدد من الحاضنات، حاضنات الأطفال تم إدخالها من خلال هذه القافلة، وهذا أيضا يعد مهم لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة. أما إذا ما تحدثنا عن التوقيت، بالفعل هنا في قطاع غزة المساعدات التي يتم إدخالها من أي جهة تلعب دورا مهما جدا في إنقاذ الأوضاع في القطاع التي تدهورت بشكل كبير منذ بدء أزمة فيروس كورونا في العالم أجمع، وأيضا حالة الطوارئ في قطاع غزة على وجه الخصوص. لذلك هناك بالفعل تثمين حتى من وزارة الصحة للدور الأردني في هذا المجال، خاصة وأن المستشفى الأردني أيضا ما زال يعمل في قطاع غزة بكامل طاقته، وأيضا يقدم ويساعد أو تساعد الطواقم الطبية الموجودة في المستشفى. دائما هناك ما يشبه حالة تواصل بحسب وزارة الصحة بينها وبين طواقم المستشفى الأردني، بما يساهم في إجراء عمليات نوعية أو التعامل حتى مع حالات، ربما الخبرة هنا للطواقم الطبية هي قليلة للتعامل معها، خاصة إذا ما تحدثنا أن القطاع يعاني من حصار تفرض إسرائيل به قيود كبيرة على عملية سفر الكوادر الطبية. لذلك وصول كوادر مدربة وعلى كفاءة عالية للمستشفى الأردني ساعد أيضا في تدريب هذه الكوادر، وبالتالي نتحدث بالفعل عن أهمية قصوى لإدخال، ليس فقط نتحدث عن قافلة وإنما أيضا وجود المستشفى الأردني، الميدان الأردني في قطاع غزة المستمر منذ عام 2008. نعم، باسل العطار مراسل المملكة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.